محمد صلاح شايف كان مفاوضات اتحاد جدة معاه ازاي؟ وهل شايف ان محمد صلاح ممكن يجي الدوري السعودي ولا صعب؟ الاستاذ المرة الحائلي يعني هذا من خلف الكواليس هذه المعلومة. رئيس اتحاد جدة التقى بمحمد صلاح يعني باجتماع مغلق لمدة 4 ساعات تقريبا. يعني الأمانة أنا أقول شيء وأنا يعني بشكل عام أنا متأكد من الكلام اللي بقوله الآن إنه ليفربول ومحمد صلاح كانوا موافقين. محمد صلاح يعني لاعب افتخر فيه كل عربي، ملاك النادي والمشجعين لليفربول الإنجليزي يعشقون محمد صلاح لدرجة كبيرة، فما بالك بأبناء جلدته، قيمة وإضافة كبيرة جدا 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 على مستوى العالم وليست على الكرة الإنجليزية فقط. هو أنا أراه من التوب 3 على العالم وليس التوب 5. نعرف أنه بعض الأمور أنه لا يصل إلى مثلا الشركات المروجة والمراهنات أحيانا تضعف وجود محمد صلاح في التوب 3 لأهداف ماركتينج ليس أكثر. يعني اتفقوا على كل شيء تقريبا والنادي أوكي وافق أيضا. طب كان العرض كم؟ والله ما يحضرني العرض للأمانة. كان الرفض كان موجود من كلوب، لأنه يقول لك أنا أبني المجموعة وخطتي على محمد صلاح، فأنت لما تسحب محمد صلاح أنت كأنك تسحب العمود بتاع الخيمة، لو سحبته مهما حاولت أنه ناس بتمسك هتسقط عليك بكرة بعده. فقال أنا ما عندي أي استعداد أني أنا أسحب محمد صلاح خصوصا الموسم هذا، ممكن الموسم القادم أنا أدخل السوق اللاعبين أقدر أجيب 2-3 أسماء تشيل المجموعة، لكن سحب محمد صلاح الآن في هذا التوقيت راح ينهار ليفربول بالكامل، لأنه هي منظومة عمل زي ما قلت لك، هي عمل تكاملي. كرة القدم لعبة جماعية، فكان الرفض من كلوب. فأيضا حمل النادي ومجلس الإدارة كلوب إنه في حال رحيل محمد صلاح أنا راح أطلع أتكلم إنه أنا ما لي علاقة نهائيا، لأنه يعتبر هو البيج بوس بتاع ليفربول محمد صلاح، حاسس لو صارت مشاكل لا يلام كلوب في الأمور هذه. فخوف الملاك النادي من الجمهور ليفربول والمشاكل اللي ممكن تحصل من الضجة هذه يعني ترك محمد صلاح. ولكن محمد صلاح بإذن الله وإن شاء الله أنا هجتز المقطع ذا عندما يأتي محمد صلاح، قد يكون محمد صلاح الموسم المقبل في المملكة العربية السعودية في إحدى الأندية في العاصمة. في العاصمة في هلال وفي نصر، يعني ممكن الهلال أو النصر، ممكن مش اتحاد جدة. ما أتوقع. طيب يعني ليه؟ هو اتحاد جدة هو اللي بدأ. والله هذه معلوماتي اللي أنا وصلتني إنه قد يكون في هلال أو في نصر. بالنسبة قد إيه؟ خليني أقول لك 75%.